يا آية، الو، ازيك يا آية؟ عاملين ايه؟ انت كويسين. اخبارك؟ انت انت ايه، عامله ايه؟ كويسة؟ الحمد لله انت كويسه. آية من الأقصر ولا من منيا؟ من المنيا. انا عرفتكم من صوتكم والله. خلاص. ازيك يا ايه؟ الحمد لله. قولي لي بقى، انت بتخسي بسرعه ولا بتاخدي وقت على ما تخسي؟ لا انا خسيت كنت عامله مقارنه لو نعمل مين هيخس اكتر حلو. في وقت محدد. انا خسيت اكتر منه 2 كيلو وكنا نفس الوزن. يعني انت خسيتي بشكل اسرع من قريبك، من ابن عمي. من ابن عمك. من ابن اه عمك. ايه السر بقى؟ وكنا نفس الوزن وبنمشي على نفس الاكل وبنمشي انا وهو. يعني هو كان بيعمل نفس المجهود اللي انت بتعمليه ونفس ايوه. النظام، ما كانش بياكل في النص في الخباثه مثلا؟ الله اعلم بقى. الله. يعني حاسس ان هو ممكن في بالليل كده بيبقى الناس اللي عاملين دايت بتلاقيه دخل التلاجه وفتح التلاجه ما حدش شايفه، حته بسبوسه، حته كيكه، حته اي حاجه من الحلويات اللي بتبقى موجوده في التلاجه دي، وتلاقيه هو يعني ما بيخسش عشان كده. هو ما انا كنت بسمع خربشه في الليل بس. انت راقبيه بقى خلاص يعني، انت راقبيه.